طبعا زي ما تعرف اليوم يوم خاص شوي بقسم اللغة الفرنسية، اللي هو خصصناه لشكر أستاذ عباس الخالدي. والله بعد هذه 20 سنة اللي قضيتها بالقرب من طالباتي وطلابي، أنا متأثر جدا بمشاعر الحزن والسعادة في آن واحد. الحزن على مفارقة طلبتي، لكن الحمد لله يعني لن يكون هناك فراق بوجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي راح تمكننا من أن نبقى على تواصل مع أحبائنا ومع طلبتنا. وأنا في غاية السعادة في آن واحد يعني لما لمسته من محبة ومودة ومشاعر فياضة في هذا اليوم. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم وبينكم في يوم الوفاء والعرفان هذا الذي يحيي قسم اللغة الفرنسية كلية الآداب جامعة نصراتة احتفاء بزميل عزيز علينا له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، الأستاذ الفاضل عباس محمد الخالي. يعني جميعنا كنا مشدودين إلى بعض، تجمعنا المودة وحب المعرفة وتطلع طلبتنا الرائع للتعلم، والعديد منهم اليوم والآن في هذه القاعة هم زملائي. كان بالأمس كانوا طلبتي واليوم زملائي. وأتوجه الآن إلى طلبتي، أشد على أيديهم لأنهم يعني خير من يأخذ بيد طلبتنا الناشئين، وأنا على ثقة أنهم سيأخذون بأيديهم لخدمة هذا البلد الحبيب، بلدي الثاني ليبيا، وخدمة مدينتي الثانية مصراتة التي أعشقها والتي ستبقى طوال حياتي مدينتي. شكرا. شكرا لك.